السلام عليكم أحبتي في الله، كلنا والله غافلون، لابد أن نذكر بعضنا بعضا. سوف أذكر لكم تمام مفاتيح من أخذها في حقها والله هو الربحان في هذه الدنيا، ومن تركها فقد خسر. الله لا يجعلنا من الخاسرين. قول معي، أول مفتاح: تريد السعادة، عليك في الصلاة في وقتها. تريد نور الوجه، عليك في قيام الليل. ثالث مفتاح: تريد الاسترخاء، عليك بقراءة القرآن. رابع مفتاح: تريد الصحة، عليك في الصيام. خامس مفتاح: تريد الفرج، الزم الاستغفار. سادس مفتاح: تريد زوال الهم، عليك في الدعاء. سابع مفتاح: تريد زوال الشدة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثامن مفتاح: تريد البركة في المال والأولاد وفي الحياة، أكثر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. تريد حسنات كثيرة وأنت جالس في البيت، أنشر هذا المقطع. اللهم أسعد من نشر هذا المقطع في الدنيا وفي الآخرة، لا يوقف عندك.